شخصيات بارزه تقود محادثات تشكيل الحكومه الجديده في النمسا الحجاب والاسلام السياسي تحديات امام مفاوضات تشكيل الحكومه النمساويه تراجع الجناح اليميني في الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي ماذا يعني لاندرياس بابلر؟ نعم. خليني اتوقف عند الخبر ده شايف ان الموضوع ده بيدي فرصه لبابلر انه هنا دلوقتي يتفاوض بحريه تحياتي دكتور ممدوح لجميع الساده المشاهدين والمتابعين على النمسا ميديا مثل ما تفضلت بالاسبوع السابع والاربعين يعني اسبوع أه. هادئ ولكن صراحه غني بالاحداث والاحداث النوعيه خلينا نقول أه. الحدث الابرز مثل ما تفضلت بصراحه هو موضوع يعني موضوع التحالف التاريخي الثلاثي يعني من 1945 تقريبا او ما الى ذلك تقريبا انه بكون في تحالف من هذا النوع بالنمسا الموضوع صراحه امتحان ليس بالسهل لكافه لي الاحزاب الثلاثه نحن تفاءلنا اذا بتتذكر مرارا وتكرارا بهذه المعادله اف بي اس بي او والنيوز صراحه هذه التوليفه تحتاجها النمسا انا اشعر اليوم ان يوجد مجموعه من العقلانيين الحقيقيين الموجودين اليوم في 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 المفاوضات التي تشمل ما يصل الى 300 شخص من ابرز واهم الشخصيات الموجوده التي تناقش العديد من القضايا كيف سيكون شكل الحكومه كيف سيكون شكل النمسا كيف ستتعامل النمسا مع كافه التحديات التي التي تعصف بها في المرحله المقبله نعم فبالتالي فبالتالي استاذ انا بتصور بعتقد يعني انه فعلا النمسا مقبلة على حالة استقرار مع انه يوجد كما عنونا مرارا وتكرارا بالاخبار على النمسا ميديا انه يوجد كارثة اقتصادية هذا هو العنوان هذا لا. العنوان بعيدا عن اي ملفات اخرى يوجد كارثة اقتصادية على النمسا ان تتعامل معها التضخم يتراجع الغلاء يتصاعد الكهرباء في تصاعد الغاز في تصاعد زيادة الرسوم من العام المقبل ما يصل الى تقريبا 50% بالاجمالي يعني عفوا 25% للكهرباء و25% للغاز من الرسوم الاجماليه ما سيزيد ما سيزيد في متوسطه يعني بمعدل 500 يورو تقريبا لكل شخص سنويا سنويا ستضاف على وخاصه انقطاع روسيا من الغاز <applause> نعم بالضبط موضوع الغاز يعني ناقشناه ايضا فبالتالي فبالتالي صراحه النمسا مقبله على مرحله اعاده تموضع بالحاله الاقتصاديه بحاله الغلاء بالحاله الاقتصاديه يجب البحث عن حلول يجب تقنين المصاريف طبعا قالوا أنهم سيخففوا بعض المصاريف مثل لربما سيخففوا شيء له علاقة بالمساعدات الاجتماعية شيء له علاقة بموضوع يعني ال مكافاه المناخ وما الى ذلك بعض الدعم الذي قدموه سابقا يعني اعتقد يوجد الكثير على الحكومه النمساويه المقبله ان تقوم بها الامور الهامه خلينا ندخل بالتفاصيل سيد الكريم نعم. انا شو بهمنا تذكر نحن حكيناها اكثر من مره وجوز انت كنت تخالفني قلت لك سيتم تسهيل الجنسيه سيتم تسهيل شروط الحصول على الجنسيه النمساويه من الحكومه المقبله بعد الانتخابات دي التاليه خد بالك هي مشاورات سيد الكريم ولكن 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 ضمن المشاورات اتفاق على تسهيل الجنسية أنا خلاف حول الضرائب والهجرة ماذا قيل على الموضوع الجنسية ليكو هاي النص أمامي في قضايا الهجرة بحيث كذا 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 قدم حزب الشعب إشارات على إمكانية تقديم تنازلات في هذا المجال وتوافق الأحزاب السياسة إلى حد ما على ضرورة تعزيز الإجراءات على الحدود بالنسبة لموضوع هذا فبالتالي فبالتالي إيه؟ يوجد سيد الكريم هذا العنوان العريض أنه يوجد توافق يوجد توافق على موضوع على موضوع الـ 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 الجنسية النمساوية طبعاً في عنا خبر بالغ الأهمية ألا وهو يعني موضوع ال طبعاً كارل مرر اللي اللي آآ آآ رئيس حزب ال ال الشعب الشعب في فيينا في فيينا طبعاً يدعو مراراً وتكراراً دائماً لموضوع لموضوع يعني الـ الـ الإسلام السياسي وموضوع يعني تحديات تشكيل الحكومه والحجاب وهالكلام هذا يعني دائما بيحاول هو يصطاد صراحه بهذا الاصطياد ولكن اعتقد اعتقد كما قلت وتفضلت في بعض عناوينك ان حزب الشعب تراجع الجناح اليميني في الحزب في الحزب الاشتراكي وايضا في الحزب في حزب الشعب تراجع الجناح اليمين من هو الجناح اليميني سيد الكريم كارولين ادشتادلر كارويز <applause> شادلر اعلنت انها لن تكون في منصب سيادي في الحكومه المقبله ولكن ستبقى في برلمانيه تعبر عن منطقتها بسالزبورغ اعتقد ستعيد فتح فبالتالي سيد الكريم المشهد المتشدد المشهد اليميني المشهد الغير منفتح هذا يتراجع بكافه الاحزاب اضف اليه او عليه معادله حزب النيوز حزب النيوز اليوم هو هو بيضه القبان التي ستعمل على على توازن توازن نعم توازن من حقيقي الكبيرين. توازن حقيقي بين كافة الأحزاب فبالتالي نحن مقبلون حقيقة حقيقة على حكومة متوازنة ستتجاوز العديد من المشاكل الموجودة أتمنى بس أعطوني ثواني ألاقيها تفضل تفضل ماشي. نعم. أنا ريت بس عايز يعني هسرد معاك القضايا اللي هم حاطينها على طاولة المفاوضات لعملية تشكيل الحكومة نعم. وأخذ رأيك هل هناك بعض القضايا المتناسية اللي انت شايفها من وجهه نظرك كان ليها ضروره ملوحه عن القضايا اللي موجوده يعني هم هيناقشوا قضايا السياحه والطاقه ملف الاسكان مكافحه التضخم ملفات الامن والهجره الصحه والتقاعد والبيئه مم. الثقافه والتعليم انه من الملفات دي اللي بالنسبه لك انت بتعتبرها ان دي لو حصل توافق بين الاحزاب الثلاثه في المناقشات انت عندك تفاؤل ان الحكومة اللي جاية دي هتحقق شيئا ما من تطلعاتك كمحلل كمتابع سيد الكريم مثل, مثل ما, أن مثل ما ان في عنا مشاكل كتير اقتصادية في عندنا مشاكل اقتصادية مشاكل تتعلق باللاجئين بالمهاجرين بموضوع بسياسة الادماج بسياسة, بسياسة ايجاد فرص العمل موضوع ادماج اللاجئين بشكل حقيقي وليس بالطريقة التي عمل عليها حزب الشعب سنوات وألا وهو تطنيش طالبي اللجوء او الحاصلين على حق اللجوء فعليا آه عدم ادماجهم بالشكل الحقيقي بالشكل المرموق الذي فعلا يجب ان تكون عليه النمسا هذا هو الوضع الذي تكلم تحدثنا به مرارا وتكرارا ونتمنى فعلا بهذا الشق يعني يعني انت آه عندك النقطة الاقتصاد نعم اقتصاد اقتصاد والله الموضوع عند المهاجرين بصراحه انا عندي يا موضوع رقم واحد هو فعليا العمل على ادماج المهاجرين لان لما بتعمل انت على عمل على ادماج المهاجرين انت عالجت عده مشاكل اهمها المشاكل الامنيه الانفلات بالشوارع، الفوضى التي نسمع عليها كل مرة، لاجئ عمل، لاجئ ساوا، اغتصب، قتل، سرق، دبّح، ما بعرف شو عمل كذا كذا، هاي الأمور يجب العمل عليها، الأمور الأخرى، الاقتصاد، الصحة، التعليم النمسا خبيرة جدا ومتفوقة جدا في تجاوز هذه المشاكل وهذه القضايا، فتستطيع بالتالي تجاوز العديد من المضرات فبالتالي نحن يعني نحن كقناة سيد بمدوح نحن كقناة معنية بالمهاجرين باللاجئين بالناطقين بالعربية يا سيد الكريم بالناطقين بالعربية مشان نكون شمولين بهذا بي بهمنا نحن هاي الشريحة انه فعليا يتم يتم العمل على تحسين فرص تواجدها العمل على تحسين فرص حياتها العمل على تحسين فرص تكاملها فرص فرص نموها بصراحة هذا موضوع بالغ الاهمية هذا الموضوع الذي يهمنا جدا أن نعمل عليه. طيب نعم. أنا شايف إني أو في اعتقادي إذا قدروا يحلوا مشكلة الاقتصاد أنا شايف إن حجر الزاوية بالنسبة للحكومة أو الحجر الأساس بالنسبة للحكومة دي الاقتصاد لأنهم لو استطاعوا نعم أن يعيدوا الاقتصاد القوي للنمسا مم. يمكن أن يبنى عليه كل الملفات مم. أنت لو عندك مم. اقتصاد قوي هتقدر تعمل عملية أمنية صحيحة هتقدر تساعد في التعليم هتقدر تراعي برنامج والله الصحة يا الكريم. هتقدر برضو عن طريقه تعمل عملية إدماج نعم. حقيقية للاجئين في المجتمع وعملية إدماج بجد سيد الكريم اللاجئين استثمار الل لا يعني لا يعني شوف معلش خلينا على نقطة لا يعني وجود موارد مادية أنه يوجد خيار لادماج اللاجئين واستثمارهم في النمسا في مستقبل النمسا طيب بس انت لو مش هتقدر تعمل لا لا استثمار. لا 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 ما... بس المال موجود كان المال موجود على مدار اربع خمس سنين وشفنا اموال كورونا واموال اوكرانيا التي اغدقت على الجميع ولكن, ولكن كان عندنا نقص دلوقتي بغض النظر الان يوجد نقص ولكن عندما كان فالاصل الاصل شوف سيد الكريم عشان ما نختلف نحن القضيه وين القضيه انه عندما يوجد قرار قرار بتحسين ظروفهم تحسين اوضاعهم المعيشيه نحن على على على, على, على الصحيحه نقطه هامه جدا الشخصيات بارزه تقود محادثات تشكيل الحكومه الجديده في النمسا لاحظ انت ابرز الشخصيات عتاوله الشخصيات بكل حزب موجودين فعليا طبعا كل الخبراء اه بمعنى نعم وصح. نعم نعم يعني من كل الاحزاب شوف بيتر هاكر ملف الامن والهجره ملف اللجوء آه قد يشهد توتر حيث يشارك وزير الداخليه جرهاد كارنر عن حزب الشعب ويمثل الاشتراكيين بيتر هاكر وعن النيز اشتيفن كريسبر شوف المعادله اقوى ثلاث شخصيات بالاحزاب بهذه الملفات تعمل على هذا الملف ستيفان كريسبر كان لها كان لها مداخلات برلمانيه مميزه جدا سيد ممدوح مم. في موضوع اللاجئين واضطهاد حقوق الانسان وما الى ذلك السيد بيتر هاكر عراب عراب السياسه الاجتماعيه في مدينه فيينا فتخيل مم. هو اليوم يتحدث عن من يتحدث مسؤول, مسؤول عن مستوى النمسا كاملة <applause> و, 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 و الشعب جرحت كارنر وزير الداخلية الذي يقف الحائط والوجه المنيع تجاه اللاجئين وتجاه القضايا الأمنية وما إلى ذلك فتخيل اجتماع هؤلاء الثلاثة <applause> أنا متفائل جدا أنه سيكون هناك لاحظ اثنان إلى واحد يعني اشتفن السيدة اشتفن كريسبر مع بيتر هاكر هم معروفين معروفين بقوتهم ب ب ب ب ب ب ب الملف الاجتماعي وملف اللاجئين يواجهون من جرهد كارنر فحتمًا سيكون هناك بصراحه صراحه انا متفائل جدا أن سيكون هناك خطوه ايجابيه تجاه المهاجرين ملف الجنسيه اللجوء يعني السياسي. تقييم تقييم الوضع ال 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 الانساني الحقيقي للاجئين موضوع الاندماج ايضا تشارك ايضا اعتقد سوزانا راب معهم موجوده طبعا ضمن هذه المعادله عن موضوع ال ال الاندماج فبالتالي فبالتالي انا ارى انا ارى حسب القراءه وحسب المعلومات الموجوده امامنا ولا نعمل نحن بالتنجيم او التبصير اننا نحن فعلا فعلا النمسا مقبله على حكومه متوازنه للغايه واتمنى ان تستمر في عملها للخمس سنوات المقبله طيب سؤال في عجاله يعني هل انت تتوقع ظهور في أه أه وجوه جديده في الوزراء في حزب الشعب ولا هناخد الوزراء القدام نعمله جداد عندك توقع اعتقد حزب الشعب سيحافظ على وجوهه القديمه خاصه على مستوى الداخليه الخارجيه الاقتصاد صراحه الموضوع يعني متغير باعتبار انه يوجد وزير جديد وزير للماليه يعني وكل مؤخرا بعد ذهاب برونر الى بروكسل مندوبا عن ملف الهجره آه اعتقد جنتماير جنتماير آه جنتماير هو 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 الجديد نعم فبالتالي, فبالتالي اعتقد, أعتقد, أعتقد أنه حزب الشعب سيحافظ على وجوهه القديمه غير مؤكد بصراحه لا أتمنى, أن أنا أت... لا اتمنى ان تبقى لا اتمنى ان تبقى سوزان راب بوزاره الاندماج والاعلام لانها بصراحه يعني تحتاج الى الى خبره كبيره وزاره أو لربما... التعليم اعتقد انها تروح للنيوز وزاره التعليم من الممكن ان تذهب الى الى النيوز او ممكن ان تذهب الى والاندماج. الى 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 الى, إلى, إلى, إلى الاشتراكيه